أرحب بالسادة المشاهدين على الهواء مباشرة وبرنامج استوديو الثقافة. مشاهدينا، في الأسبوع الماضي شهدت مدينة الأقصر انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الأقصر للسينما الأوروبية والمصرية، واللي عرض من خلاله يمكن حوالي 120 فيلم بين أفلام روائية قصيرة وروائية طويلة. وطرح المهرجان الحقيقة للتباحث قضايا وموضوعات غاية في الأهمية، وعلى هامش فعاليات المهرجان أقيمت ندوات اختيرت لها موضوعات للتباحث، على سبيل المثال الإنتاج المشترك ومحاولة مد جسور ما بين مصر وأوروبا فيما يخص الإنتاج المشترك، أيضا السينما المستقلة التي تزاحم على استحياء لتجد لنفسها موطئ قدم في صناعة السينما، ما كانتش غايبة عن فعاليات المهرجان اللي أفرد ليها قسما خاصا وأفرد ليها كمان الحقيقة ندوة، إلى جانب أقسام عديدة وتكريم السينما الألمانية وكلاسيكيات السينما المصرية اللي عرضناها للجمهور الخارجي علشان يتعرف أكتر على السينما المصرية قديما وحديثا. الثورة المصرية والحراك الاجتماعي اللي عملته وعلاقتها بالسينما ونقل السينما لده أيضا لم تغب عن المهرجان، إلى جانب تكريم شخص الفنان نور الشريف، وطبعا رئيس شرف المهرجان كان الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، وده تقليد متبع في مهرجان الأقصر. العام الماضي كان أستاذنا الكاتب الكبير بهاء طاهر، والسنة دي الشاعر الكبير ربنا يديله الصحة وطولة العمر الخال عبد الرحمن الأبنودي. الحقيقة أفلام كثيرة وقضايا طرحت للتباحث في هذا المهرجان هنناقشها كلها النهاردة على الهواء مباشرة، ومعنا رئيسة المهرجان مهرجان الأقصر للسينما الأوروبية والمصرية الأستاذة ماجدة واصف، اللي بنرحب بيها معنا. مساء الفل. مساء النور، وألف مبروك انطلاق فعاليات المهرجان الأسبوع الماضي في الأقصر. ومعنا أيضا مشاهدينا المدير التنفيذي لمهرجان الأقصر للسينما الأوروبية والمصرية الأستاذ وديد شكري. مساء الفل يا أستاذ وديد. مساء النور، ألف مبروك طبعا انطلاق فعاليات المهرجان اللي انتهت يمكن يعني حفل الختام بتاعه كان من يومين في مدينة الأقصر، ورجع فريق عمل المهرجان بعد ما أنجز هذا الإنجاز الكبير في مدينة السياحية العظيمة في جنوب مصر مدينة الأقصر، واقتربنا أكتر خلال هذا المهرجان من الجمهور، من جمهور المدينة، وحصل جدل حقيقي وتبادل في الآراء والرؤى ووجهات النظر ما بين الأوروبيين والمصريين وأهل الأقصر. الحقيقة أنا عايزة بقى يعني نتكلم أكتر عن المهرجان ونعرف السادة المشاهدين ونفكر مع بعض حتى بصوت عالي، يعني أستاذة ماجدة، فكرة وجود مهرجان في الأقصر للسينما الأوروبية والمصرية، أنا عارفة أن مهرجانكم كان سباق، لكن يوجد هنالك مهرجان أيضا للسينما الأفريقية، لكن انحياز حضرتك أن أنت تعملي مهرجان عن السينما الأوروبية والمصرية له علاقة بالتراكم الخاص بيكي، حيك عشتي في فرنسا سنوات طويلة وكنت تعملي في معهد العالم العربي في باريس، وكان هناك في مهرجان كبير للسينما العربية في باريس. الفكرة جات لك لما رجعتي لمصر ان انت تنقلي بقى ابداعات اوروبا لمصر ويبقى في جدل حقيقي ما بين السينما المصرية والأوروبية؟ فعلا كان يمكن الفكره بتاعت مهرجان الاقصر في الاصل كان هيبقى مهرجان للسينما الاوروبيه فقط في مصر، ومهرجان للسينما العربيه في اوروبا في باريس بالتحديد بعد توقف البينال اللي كنا بننظمها في معهد العالم العربي. وبعدين المشروع تطور شويه وفكرنا بانه يمكن افضل انه يكون في حوار مصري اوروبي، ف يعني تم الاتفاق على هذا المهرجان، هو يبقى مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية. أنا اشتغلت طول عمري على السينما العربية وأصبحت النهاردة موجودة على الساحة سواء في أوروبا أو في العالم كله موجودة، وجزء منها السينما المصرية، وجزء منها السينما المصرية اللي هي السينما الأم، لكن السينما المصرية كانت جزء من النهاردة. ليه في مصر ما يكونش فيه اهتمام بالسينما المصرية أولا، ويكون حوار مباشر ما بين مصر وأوروبا من خلال السينما، ودي كانت فكرة المهرجان. صحيح. إنها تكون في الأقصر، الأقصر وأوروبا في علاقة خاصة جدا بين السائح الأوروبي، هو السائح يعني الأكبر، عدد الأكبر من السياح بيجوا من أوروبا، فكانت فكرة إنه يبقى في كمان حاجة خاصة بالسينما في الأقصر. الأقصر مدينة، يعني مش مدينة، محافظة طبعا فيها التاريخ كله، وفي نفس الوقت فيها
فراغ ثقافي كبير، يعني حتى الزائر الأقصر بعد ما يخلص جولاته السياحية في النهار بالليل ما عندوش حاجة يعملها، يعني ففي يعني فراغ مفروض انه بالتدريج انه يتم تنظيم نشاطات كتيرة على مدار السنة تبقى نقطة جذب إضافية للأقصر. تمام. فيما يخص الجزئية دي أظن الأستاذ وديد شكري هو المدير التنفيذي للمهرجان وكان من أكثر المتحمسين لأهل الأقصر والاقتراب منهم وإشراكهم في 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 يعني مش هنقول في تنظيم يمكن، لكن في متابعة المهرجان وإن هم يكونوا جزء لا يتجزأ من هذا المهرجان. وده يمكن اللي أكدت عليه الأستاذة ماجدة واصف في حفل الختام، إن هي قالت إن في يوم من الأيام هنربي كوادر خلال السنوات اللي إحنا بننجزها في هذا المهرجان على أرض الأقصر حتى أن يتولى أبناء المدينة في يوم من الأيام زمام الأمور. حضرتك اقتربت أستاذ وديد من أهل الأقصر وأشركتهم معاك في عملية صناعة، يعني مش هنقول إدارة لكن هنقول صناعة هذا المهرجان، عايز أخد منك تفاصيل أكتر. هي أهل الأقصر ناس قريبين لقلبي لأن أنا أساسا من الصعيد، من بلد اسمها أخميم تتبع محافظة سوهاج، فأنا أعتز أن أنا أنتمي للصعيد وإقليم الصعيد، فأنا رجعت لأصولي، رجعت لجذوري وقلت لازم أرجع لبلدي اللي أنا طلعت منها، يمكن والدي ما شافهاش صحيح إنما أنا بحس بالجذور هناك. فرجعت أشتغل مع أهلي اللي هم أهل الصعيد، وكنت مبسوط جدا إن أنا بقدر أعمل حاجة لأهل الصعيد وبالأخص أهل الأقصر. وهم اشتركوا مع حضرتك، يعني أظن شنطة المهرجان كان في معارض على هامش فعاليات المهرجان للأشغال اليدوية لنساء الأقصر والأهل الأقصر عموما، وطبعا يعني المقتنيات الفرعونية اللي بيحب الأجانب إن هم يشوفوها كانت موجودة أيضا في قاعة المؤتمرات بعد عرض الفيلم أو قبله، يعني عشان تعرض على الجمهور. قد إيه كانوا متعاونين معاك؟ قد إيه اشتركوا في هذه العملية الإبداعية يا أستاذ وديد؟ الحقيقة سيدات الأقصر الحقيقة يعني اشتركوا اشتراك من بداية الدورة الأولى في فعاليات المهرجان، اهتموا جدا ان هم يعملوا لنا تصميم لشنطة جميلة جدا من الخامات البيئة الطبيعية بتاعة الصعيد، وحتى هم كمان ابتدوا يفكروا ازاي يصمموها وازاي يعملوها وازاي يحطوا اللوجو بتاع المهرجان، اللوجو بتاع المهرجان احنا شايفينه ويرسموه بنفسهم. تمام. ويرسموه بنفسهم ازاي يبان وازاي يظهر، وما تتصوريش قد ايه هم كانوا مبسوطين جدا ان هم بيشتركوا في المهرجان بتاع بلدهم، لانه حاسين ان ده بيحصل جوه بلدهم وهم اكتر ناس يعني اقرب للموضوع بتاع المهرجان، فحاسين انه بيعملوا حاجه لبلدهم، وده كان مركز من مراكز المراه في الاقصر. انا بحييهم من هنا وبقول لهم يعني يا ريت على طول نستمر في العمل ده. وأظن هم تواجدوا بكثافة في أثناء عرض فيلم فتاة المصنع للمخرج الكبير أستاذنا محمد خان، يعني المهرجان حرص على أنه يعرض هذا الفيلم عرضا خاصا واستثنائيا، ودعيت إليه كل عائلات ونساء الأقصر العاملات وجمع عشان يشوفوا فتاة المصنع. قد إيه التجربة دي كانت مهمة؟ يا ريت تكلمنا عنها أستاذ. التجربة دي الحقيقة وليدة الصدفة، لأنه إحنا كان نفسنا فعلا أهل الأقصر يشتركوا اشتراك كامل في المهرجان. فالحقيقة واحنا بنحضر للمهرجان فجت بالصدفة انه قعدت على قهوة قاعد عليها بلدياتي، فدخلت قعدت معهم كانت الدنيا ساعة فقعدنا نتدفى، فقعدنا نتكلم على المهرجان ويقولوا ده انتوا سينما وبتاع، وقعدنا نضحك لمدة 3 ساعات وما كناش عاوزين نمشي. تاني يوم كان في معايا ميعاد مع سيادة المحافظ طارق سعد الدين محافظ الأقصر، فبحكي له ان انا كنت امبارح قاعدة في قهوة بلدي وبنتكلموا على المهرجان وبتاع، فقال لي انا امبارح كنت قاعد مع شيوخ وعمد الأقصر، طب ايه رأيك لما ندعيهم في المهرجان؟ قلت له يا ريت دي تبقى حاجة لطيفة جدا جدا ودي أول مرة. فقال لي قلت له طب يا ريت كمان نعزم كمان سيدات الأقصر، ان سيدات الأقصر لو جم المهرجان هنلاقي الأولاد الأطفال، وده
الأسرة تيجي ترجع تاني. يعني أنا مش هنسى أيام زمان وأنا طفل صغير، كانت خالتي وخالي ياخدوني من إيديا، كان عندي 4-5 سنين، ياخدوني من إيديا ونروح السيما، أقعد مثلا على حجر حد أو جنبه وأبقى سعيد جدا بتفرج على فيلم في السينما. ده خروجة بالنسبة لي، فسحة كانت جميلة جدا، من أجمل الذكريات اللي أنا لغاية دلوقتي يعني بتذكرها. فعاوزين نرجع تاني نحيي انه ازاي الاسره تروح وتخرج كلها ويبقى ده احتفال. وزي ما حضرتك شفتي، يمكن حضرتك شفتي اللقاء بتاع الفيلم فتاة المصنع، وقد ايه الاسره كانت موجوده والاطفال، وقد ايه الاحتفاليه، فكان حاجه لطيفه جدا. صحيح. من اجمل الحاجات اللي حسينا انها اضافه جديده اضافها المهرجان للأقصر، والإضافة جديدة للشعب أهل الأقصر. تمام. طب طالما احنا بنتكلم عن المهرجان، ما ينفعش يعني السادة المشاهدين ما كانوش معانا وما شافوش حاجة، تعالوا نشوف جزء مشاهدينا، هنشوف تقرير أو يعني بعض كده يعني من أجواء مهرجان الأقصر، هنتفرج عليها من خلال هذا التقرير ونرجع عشان نستكمل حوار. مهرجان الأقصر للسينما الأوروبية في دورته الثانية دارت وقائعه تحت شمس الأقصر الجميلة وفي معبد الكرنك الذي يعبر في شموخه عن رسوخ الحضارة المصرية. وفي مسابقة المهرجان للأفلام الروائية الطويلة فاز بجائزة عمود الجد الذهبية الفيلم الصربي مقلة صربيا للمخرج ميلوش بوسيتش. من جانبه رحب اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر بالحضور مشيدا بعبقرية مكان حفل الختام. طبعا هذا الشرف لا أحتمله أن أوضع في هذه المكانة، يعني وأن يكرمني هذا المهرجان العظيم برئاسته الشرفية أو لمجرد الانتماء له. الإخوة الأجانب من الفنانين والنقاد سألينا يعني ونحتفي بهم. وأشار إلى أن أهل الأقصر الطيبين شهدوا مع المهرجان حوار الثقافات وإبداع أحفاد الفراعنة مع إخوانهم الأوروبيين. عودة مشاهدينا الاستوديو المصرية ونستكمل الحوار في هذه الحلقة، واستمعنا لصوت الشاعر عبد الرحمن الأبنودي. يمكن لو حتى الصوت مش واضح أو الصورة، لكن وجوده يعني تسجيله الصوتي للمهرجان الحقيقة كانت فكرة رائعة. الأستاذ وديد شكري ذهب إليه في مدينة الإسماعيلية علشان يسجل منه كلمة. المهرجان ظروفه الصحية يعني منعته من هو يجي الأقصر، لكن الحقيقة يا ريت تكلمنا يا أستاذ وديد عن لقائكم مع الأبنودي. هي الحقيقة مش وديد شكري. انا اللي سمعته ان حضرتك رحت سجلت معاه. انا صورت بس الحقيقه
احنا مؤسسه اسمها حتى مؤسسه نون. تمام. باللغه المصريه القديمه نون او نون يعني نحن، ما فيش حد بيتكلم فينا باسم بيقول انا، احنا بنتكلم كمجموعه بنقول احنا عملنا. احنا زي الاسكندرانيه لما يتكلموا احنا نروح ونرجعوا، وهي دي اللغه المصريه القديمه. ما كانوا بيتكلموا بالجمع، ما كناش كانش حد فينا بيقول انا، عشان كده كان المجتمع بيعمل انجازات. فعاوز اقول لك هي مش فكرتي انا، هي فكره المجموعه كلها باقتراح طبعا استاذ الدكتور محمد الأليوبي، هو كان المايسترو، رئيس الجمعيه، المايسترو رئيس هو جمعية، رئيس الجمعيه هو كان المايسترو بتاع الحدث ده. ورحنا له الاسماعيليه الحقيقه يعني رحب بينا جدا وكان سعيد، ما تصوريش قد ايه، وسجل لنا الكلمه وقال انا يعني كان نفسي اكون في الاقصر بين اهلي وحبايبي وخلاني. ف يعني وجوده معانا كان دفعه كبيره، وده يهمنا جدا ان احنا نقدم القمم المصريه على المستوى العالمي. يعني زي الخال الابنودي، زي الدكتور محمود شكري اللي عمل الشعار بتاع المهرجان، زي الدكتور ناجي شاكر اللي عمل البوستر بتاع المهرجان. الحقيقه عندنا قمم في مصر وقمم من الصعيد كمان، لازم دي واجب علينا نقدمها. طب هي دي الفكره بقى اللي عايز اسالك عليها مدام ماجده، يعني لماذا الاول بهاء طاهر ثم الان عبد الرحمن الابنودي؟ يعني على يعني لازم يكون في جذور من الصعيد، ده كان بشكل مقصود انه يكون يعني الرئيس الشرفي للمهرجان من صعيد مصر؟ مش بالضروره، بس فعلا بالنسبه لبهاء طاهر لما رحنا اول زياره لسه بنستطلع الاماكن في الاقصر، يعني عرفنا انه في بيت بهاء طاهر للثقافه. صحيح. بيت، فده كان بدايه العلاقه مع بهاء. يعني طبعا نعرفه من قبل كده، بس ان هو راجل اهدى المدينه قطعه ارض ورثها يعني من ابوه، وانها تتحول لمركز ثقافي في الاقصر وبيحمل اسمه، فقلنا هو هيكون هو يعني الوجهه بتاعتنا، وهو يعني رحب جدا بالفكره. وبعدين تاني سنه برضو قعدنا نتناقش ومين، فاطرح الابنودي، والابنودي ابن الصعيد. السنه الجايه ما اعرفش هيكون مين، بس يعني ليه ما يكونش احد ابناء الصعيد اللي هم وصلوا انه النهارده يعني بتجاوزوا حدود الاقليميه للعالميه. طب ليه فكره رئيس شرفي اصلا؟ ده شرف لينا ان هم يقبلوا ان يكون في شخصيات. نادرا، ما فيش مهرجانات بتعمل كده تقريبا. يعني يمكن انا في باريس كنا باستمرار عندنا رئيس شرف للمهرجان، يعني بيدي ثقل، بيدي ثقل، بيدي توجه. يعني احنا في مش بنقتصر فقط على رئيس المهرجان، يعني في حد فوقه، حد بيدي الاتجاه. او يعني مثلا لما بنختار بهاء طاهر اعتقد ان ده بنختار ادبه ورؤيته وتوجهه، نفس الشيء بالنسبة للأبنودي. فده بيدينا بيوسع الدائرة، ما نقتصرش على السينما. طب وده الثراء بقى اللي أحب أسأل فيه أستاذ وديد. يعني مهرجان سينمائي عادة مثلا رئيس شرفه يكون ممثل، يكون مخرج، لكن انحيازكم للثقافة، لأن البعض مشاهدينا بيعتبر أن السينما ملاش علاقة بالثقافة. عشان كده أنا كنت حريصة في برنامج استوديو الثقافة أن احنا نحتفي بمهرجان سينمائي. مش بنقول ان هو ضد النجوم، هو مش ضد النجوم وكرم نور الشريف وكل حاجه، بس قصدي البعض بيعتقد ان المهرجانات هي الريد كاربت وان الفنانين يجوا يتصوروا، لكن في حين ان السينما الحقيقيه هي اللي بتعمل حراك اجتماعي بشكل تراكمي وبتعمل تغيير ولها علاقه بالثقافه. السينما جزء لا يتجزا من الثقافه ومن الثقافه المصريه، السينما المصريه. انا عاوز ارد عليك على الحكايه ديت، لانه كل شويه حد يسالنا فين النجوم بالظبط، فين النجوم، وكان المهرجان عباره عن نجوم. احنا ضد المفهوم ده، احنا بنعمل مهرجان سينمائي مصري في مصر مختلف، وبيهتم بالسينما، بيحب السينما وبيحب السينمائيين. انه يكون في النجوم السينما المصريين بالتحديد، هما اهتمامهم اكبر بالنجوم المصريين وحتى الاجانب. احنا رفضنا السنه دي دفع
مبالغ كبيرة مطلوبة لحضور مشاركة نجوم أوروبيين كبار. رفضنا وقلنا للناس اللي كانوا وسطاء في العملية ان احنا بنرحب بالنجمة دي، نجمة كبيرة ومشهورة بصفتها ممثلة كبيرة، يعني ليها أفلام دخلت تاريخ السينما، وعاوزين نكرمها بهذه الصفة، لكن مش عاوزين نتعامل معاها بصفتها سلعة النهاردة وصلت لسن معين فبتتاجر باسمها وبتتاجر بسمعتها الكبيرة القديمة في مقابل يعني مبالغ من اليوروهات. رفضنا المبدأ ده، والمبدأ ده اللي هو كان متعارف عليه في مهرجان القاهرة السينمائي، اللي هو كان النجوم بيجوا مش عشان عاوزين يزوروا مصر، بيجوا عشان في مقابل وفي تنظيم للعملية، مش عشان السينما، مقابل كبير جدا. فإحنا يعني كمبدأ مرفوض. اتنين، يعني كل واحد من ضيوفنا اللي موجودين كان في 45 ضيف أوروبي، مش قليل بالنسبة للمهرجان في دورته الثانية. مهرجان صغير بميزانية محدودة وفي معاناة كبيرة عشان تجميع الإمكانيات دهيت. كل واحد من ضيوفنا كان عنده برنامج سينمائي أولا، الجوري عنده برنامجه، وبعدين لما يخلص البرنامج اللي هو جاي له ممكن يروح يتفسح وينبسط. نفس الشيء بالنسبة للمخرجين، عندهم ندوات، عندهم حضور عروض أفلامهم. يعني إحنا كان في درس سينما، كان في درس سينما أيضا. الحقيقة ما تعملش لأنه اعتذر الراجل في الآخر، لأنه كان ماشي تاني يوم فاعتذر. بس قصدي المهرجان واعي إحنا لفكرة أن يكون في يعني درس سينما. في أنواع كتيرة من المهرجانات، ففي مهرجان مهتم بالشكل واحنا اهتمين اكتر بالمضمون. فاحنا مهرجاننا كل الناس اللي بتتابعه بتقدر تطلع منه اذا كان بتتابعه بجديه، واعتقد انت تابعتيه بجديه جداً كبيره جداً. بانه في محصله كبيره من الافلام الجيده اللي اتعرضت، في مناقشات جيده جدا تمت مع الناس الموجودين. فمساله البريق طبعا في نجوم، النجوم السينما الجديده، احنا في مصر في سينما جيل جديد عمال يطلع، والجيل ده هو المستقبل في النهاية. فأنا يعني مش عاوزة نجيب ناس عشان مجرد نحطهم ونصورهم، حتى عيب في رأيي. يعني يجوا أهلا وسهلا بيهم إذا كانوا عندهم حاجة يعملوها، إذا ما لهمش أي شيء دور في المسألة ما أعتقدش أن ده دورنا إحنا أننا نجيبهم عشان يتصوروا وأن الصحافة تكون مبسوطة بوجود نجوم. فده مفهوم فعلا حريصين عليه، مش عن اقتناع. صحيح. الناس يعني بس يعني للأسف ربنا أوقات ثقافة مغايرة للأستاذة ماجدة بتتكلم فيه. يعني احنا واحنا ماشيين في الأقصر، أستاذ وديد يمكن حضرتك شفت ده، يسألونا أهل الأقصر الطيبين، هي ليلى علوي مش جاية؟ هي الفنانة يسرى جاية إمتى؟ احنا فرحة شفنا الفنانة مش عارفة مين موجود وإلى آخره. في حين أن النجوم مش بس اللي لازم يكونوا أمام الكادر، في نجوم خلف الكادر. المهرجان الحقيقة احتفى بيهم بشكل كبير، يعني أستاذ محمد كامل الأليوبي، أستاذ داود عبد السيد كان بيصور السنة دي ما كانش موجود في المهرجان، الفنان محمد خان لما يجي ويلتقي بجمهور وبأهل الأقصر وبسيدات الأقصر في فيلم اسمه فتاة المصنع، لما مهرجان زي ده ينحس للسينما المستقلة اللي احنا قلنا ان هي بتزاحم على استحياء، لما المهرجان يتم افتتاحه بفيلم لمخرج عمرو سلامة، فيلم لا مؤاخذة، ويبقى فيه عرض استثنائي وخاص لفيلم آيتن أمين فيلا 69، قد إيه حضراتكم كنتوا حريصين على وأسرار هذا عائلية وأسرار عائلية، عفوا عشان يعني ما كانش يمكن مكتوب في المهرجان في البداية لكن عرض بالفعل فيلم أسرار عائلية. فقد إيه أنتوا كنتوا مهتمين وواعيين لنقطة أن احنا لازم ندعم ونرسخ السينما المستقلة، وأفردتوا لها كمان ندوة في المهرجان. أستاذ وديد السؤال لحضرتك والأستاذة ماجدة أيضا، زي ما زي يعني هو فعلا احنا كان في 8 أفلام يعني من السينما المستقلة، وكلها بتمثل الجيل الجديد من السينما المستقلة. كل المخرجين كانوا موجودين إلا اللي كانوا بيصوروا، يعني مثلا احمد عبد الله او ابراهيم بطوط ما قدروش يجوا لانه كان عندهم تصوير افلام الجديده، بس كل الباقيين كانوا موجودين. ماجي مرجان فيلمها جميل عشم، نادين خان مع فيلمها هرج ومرج، ايتن امين زي ما حضرتك قلتي، احمد رشوان، يعني كل المخرجين اصحاب الافلام دولت كانوا موجودين. كان اسر ياسين موجود طول المهرجان وبيتابع عروض المختلفه لانه مشترك، يعني قاسم مشترك اعظم في عدد من الافلام المستقله. هاني عادل، يعني قصدي انه في جيل جديد من نجوم السينما المصريه
بيظهر، بياخد وقت عقبال ما يبقى شعبي اكتر. وكمان يمكن مشكله السينما المستقله، ما نطلق عليه سينما مستقله لانه في جدل حوالين المصطلح، يعني عندها مشكله لسه مع جمهور الواسع. ف اوكي احنا هنا دورنا ان احنا نبقى برضو بنتيح فرصه اكبر تاني ان الافلام دي تتشاف، لانها يعني مرت بشكل سريع جدا في صالات العرض التجاريه العاديه. يعني وده مهمتنا احنا كمهرجان. وبعدين النقطه الثانيه بقى، احنا ما يعني ده هدف من اهداف المهرجان ان انتم تدعموا ما يصطلح على تسميته السينما المستقله. السينمائيين الاوروبيين والصحفيين الاوروبيين والنقاد الاوروبيين اللي كانوا موجودين وعددهم كان مش قليل، كلهم كانوا منبهرين، بيقول لك ايه المستوى العالي ده في السينما المصريه، بيكتشفوا السينما المصريه. فاحنا ده برضو احنا يعني حلقه وصل بين بين البلديه، بين مصر والاوروبا وسوقها. يعني ممكن كمان دهوت امكانيه يمكن انه توصل الافلام دهيت في يوم من الايام انها تعرض خارج سوقها التقليدي. طيب لهذا السبب استاذ وديد حرصت ان يكون في افلام قصيره ايضا، مش بس الافلام الروائيه الطويله، كان في مسابقه للافلام القصيره وجوائز ايضا للافلام القصيره. نعم، الحقيقه الافلام القصيره كان في مجموعه كبيره من الافلام القصيره ومجموعه كبيره من دول اوروبا يعني، وكان فيها افلام من اجمل ما يمكن، افلام رسوم متحركة وأفلام قصيرة. أعتقد أنه من أجمل الأفلام اللي شفناها واللي خدت جايزة الفيلم القصير اللي هو فرد شمال. وكل لجنة التحكيم أجمعت عليه، وده مشروع تخرج طالبة في معهد السينما، في معهد السينما حقيقة. يعني فيلم من أجمل الأفلام الواحد شافها، وحاجة جميلة جدا أنه نعتز أنه الجائزة الأولى تروح يعني لمصر وكمان امرأة مصرية، يعني صحيح. حاجة نعتز بيها كلنا. طيب عمود الجد بقى مشاهدينا، نعم. جائزة المهرجان هي عمود الجد، عايزين بقى نعرف عنه يعني في ثقافتنا المصرية العريقة العمود ده من يعني الآثار الفرعونية، نعم. وله دلالة وليه حاجة في التاريخ، ريت تكلمنا عنها. هو ده رمز من رموز المصرية القديمة اللي احنا شايفينه قدامنا. الرمز ده استعملوه المصريين من بداية الأسرات خالص لغاية نهاية الأسرات، الأسرة 30 يمكن بعد كده استعملوه. الحقيقة هم خدوه من حاجة هو بيمثل الاستمرار والديمومة والأبدية. خدوه رمز ده من آخر فقرات في العمود الفقري بتاع جسم الإنسان. آخر فقرات في العمود الفقري بتاع جسم الإنسان لا يتحلل مع الموت. يعني ما باقي. باقي على طول. ومن ده خدوا منه رمز الاستمرار والأبدية الديمومة. وإحنا اخترناه كشعار للمهرجان لأنه الحضارة هي في الاستمرار. احنا عاوزين الحضارة تستمر وترجع تاني، وعاوزين مهرجاننا يستمر ويرجع تاني. فكان له معنى ان احنا نختار الرمز المصري ده، واحنا لازم زي ما نقول نروج حضارتنا للدنيا كلها ونفتخر بيها ونقدمها بشكل جميل وواعي وفاهمين يعني ايه معنى حضارتنا ويعني ايه معنى الرموز بتاعتنا. لأنه الرمز ده من أجمل الرموز المصرية، لأنه إذا كان بيرمز للأبدية وإن ده متاخد من العمود الفقري، فده وعي وفكر راقي ومتحضر جدا. مثلما كان يعني انتقاء مدينة الأقصر مشاهدينا لتقام فيها فعاليات هذا المهرجان لم يأتي بشكل عشوائي وبشكل مدروس. بالفعل المهرجان عنده أهداف وعنده رؤى بيطرحها من خلال كل دورة من دوراته، والمرة دي الدورة الثانية وبتأكيد الدورة الثالثة هتكون فيها المزيد والجديد. انتوا أفردتوا مدام ماجدة ندوة عن الإنتاج المشترك، قد إيه حيكون شعرة بمسؤولية المهرجان أيضا عن فكرة مد الجسور والتلاقي ما بين السينمائيين المصريين والسينمائيين في أوروبا، قد إيه ده كان مهم؟ أعتقد هو حيحصل تراكم من خلال يعني النوايا دي من اللقاءات بين منتجين أو ناس بتشتغل في المجال ده هوت برا وهنا هوت. مثلا عندنا في مصر دلوقتي في منتجين صاعدين
ابتدوا موجودين في الساحة، يعني زي حفظي محمد حفظي، أو حتى المنتج الجديد لمحمد خان محمد سمير تجربته الأولى، كل دولت عندهم يعني انفتاح على العالم. لأنه النهاردة ما فيش فيلم في أوروبا، ولا يمكن أمريكا هي الوحيدة هوليود المستمرة بنمطها التقليدي، لكن في أوروبا ما فيش فيلم تلاقي على الجينيريك يعني الشاشة في نهاية الفيلم منتج واحد، ما فيش المنتج الواحد اللي كان موجود زمان. فيه هتلاقي 4 5 6 7 8 بلاد مشتركة في إنتاج الفيلم. فالنهاردة الإنتاج المشترك ده هو أصبح يعني شيء أساسي، مش بس للفيلم يتوجد كمنتج، يتوزع. لأنه الفيلم لما بيتعمل ويكون فيه بلاد مشتركة أكتر من بلد مشترك بيقدر يفتح له سوق. في مصر، يعني دورها في المجال ده هو أو وجودها في المجال ده ضعيف إلى حد كبير، وبنتمنى أن يكون في يعني مبادرات أكتر ودعم للمبادرات دهيت، وإن شاء الله بيكون في نتيجة للمعرفة. يعني السنة فات كان في منتجين في لجنة التحكيم، من السنة دي كمان، فبيحصل تعارف، وهم كانوا مثلا لجنة التحكيم كان فيها أكتر من منتج، كلهم أجمعوا أنه مستوى الأفلام جيد جدا، سواء الأفلام الأوروبية أو المصرية اللي شافوها. فيلم لا مؤاخذة حتى إذا ما كانش حصل على جائزة في ختام المهرجان، لأنه جوائز محدودة شوية يعني عددها قليل، إلا أنه أثار إعجاب واهتمام كل اللي شافوه، وحصل جدل كبير حواليه. فإحنا إيه بنعمل، هي دي مد الجسور، هي دي انه بعد المهرجان مش بس ان احنا نلتقي لمده اسبوع مع بعض ونشوف افلام ونتفرق، المفروض يستمر. فالعلاقات اللي اتخلقت اثناء المهرجان من خلال الندوات دهيت او من خلال حتى التعارف، اعتقد انها هيكون لها مردود على المدى المتوسط، مش هقول القصير ولكن المتوسط القادم ان شاء الله. طب استاذ وديد، لجنه التحكيم بقى يعني اكيد كان في معايير لاختيارها، طبعا رأسها المخرج الروسي الكبير فلاديمير مينشوف، وعرض له فيلم الرائع موسكو لا تؤمن بالدموع اللي خد فيه جائزة الأوسكار عن أحسن فيلم أجنبي سنة 79. قد إيه ده كان اختيار موفق من وجهة نظر حضراتكم بقية الأعضاء، وجود سعيد شيمي أيضا اللجنة من مصر؟ نعم، ما في شك أنه وجود الأستاذ سعيد شيمي كمدير تصوير مصري في لجنة المهرجان، في لجنة التحكيم، كان إضافة. اعتقد كمان الدكتوره ماجدة عندها بعض يعني التعليقات على بقيه لجنه التحكيم واختيارهم بقى مدام ماجدة، يعني بتراعوا وجود مثلا مدير تصوير، حد له علاقه بالاخراج، السيناريو، المونتاج، التمثيل الى اخره؟ مش بالضروره، يعني هو حبراه يمكن التوزيع الجغرافي، وكلهم بيكونوا منتمين للوسط السينمائي او للفروع زي ما تقولي الفروع المختلفه. السنه دي كان في ممثله يونانيه اللي هي كاترينا ديداسكالو، كان في من استونيا كاديلوك ده هي مديره مهرجان الافلام المستقله، بس هي استونية عايشة في باريس، فبرضو ده بلد احنا بنكتشف افلام، كان له افلام موجودة، وهي برضو ليها رؤية مختلفة لانها جاية من بلد من الاتحاد السوفيتي القديم يعني، بس جيل جديد. كان في بلجيكي منتج برضو، كان في منتجة فرنسية اسمها ليس فايول. ليس فايول دي من الشخصيات الكبيرة في الانتاج السينمائي في فرنسا، وانتجت عدد كبير من الافلام، حاليا بتنتج اخر فيلم لسوفي مرسو، وحاولت على فكرة تعزمها اكتر من مرة، لكن يعني ان شاء الله السنة الجاية ممكن يكون برضو الانطباع الجيد اللي هم مشوا بيه من مصر هيكون له اثر في الدورة اللي جاية، ودعمهم لينا من خلال يعني ترشيح افلام او شخصيات ممكن تشارك معنا. فكل واحد كان فيه مخرج إيطالي، فاحنا كان في تنوع جغرافي مهم، وكل واحد طبعا بيبقى يا اما مخرج، منتج، تصوير، مدير تصوير، ممثل، مدير مهرجان، كل واحد بيبقى بينتموا لاجيال مختلفه برضو، فده بيخلي انه حكمهم على الافلام بيكون
يعني قيم. تمام. وبيضيف. طب في قسمين الحقيقه لفتوا نظري في المهرجان استاذه ماجده، قسم مشاهدينا خاص بكلاسيكيات السينما المصريه. انا حسيت ان ده مهم جدا، في افلام كتير مننا كانوا حابين يشوفوها سينما مره اخرى، وقد ايه مهم ان انت توري كلاسيكياتك للي جايين من بره والعكس بالعكس. كان في تكريم للسينما الالمانيه في فعاليات هذا المهرجان، وشفنا من خلالها ايضا افلام قديمه تعتبر من كلاسيكيات السينما الألمانية أيضا، وكان في احتفاء بمخرج شاب وفاتح أكين من أصول تركية لكنه عنده سينما خاصة، مش هنقول مستقلة لكن عنده يعني لونه الخاص جدا في فن السينما. قد إيه كان مهم أن احنا نشوف كلاسيكيات وإبداعات السينما الألمانية، وقد إيه للأجانب اللي في المهرجان أن هم يشوفوا كلاسيكيات السينما المصرية؟ ده الهدف من المهرجان، ان كل سنه بنكتشف سينما او بنركز الاضواء على سينما اوروبيه. السينما الانجليزيه كانت السنه اللي فاتت السينما الانجليزيه، والسنه دي السينما الالمانيه الجديده. السينما الالمانيه مرت بمراحل طبعا كتيره، ما مش هنرجع للتاريخ بدايات السينما وكده اهوت، لكن في الثمانينات كان في مجموعة كبيرة من السينمائيين الألمان الكبار، فاسبيندر، شلوندورف، إلخ، وبعدين اختفوا أو بصينا يعني السينما بتاع يعني إنتاجهم قل. وبعدين في نهاية التسعينات بعد الوحدة الألمانية تاني ظهر جيل جديد من السينمائيين الألمان، بدأ بفيلم اسمه لولا، ران لولا ران لولا ران لولا ران، اتعرض في كل أنحاء العالم، حقق نجاح كبير جداً. بس اتعرض مرة واحدة بس في المهرجان، أنا زعلانة يعني في ناس ما لحقتش تشوفه أستاذة ماجدة عشان ميعاده كان بدري جدا. هنا في طبعا مشكلة، يعني كمل لك اللي على الأفلام الألمانية. بعدين في مثلا احنا جبنا 8 أفلام، كان ممكن نحط أكتر بس الحيز ضيق والمساحة ضيقة. طب ما فكرتوش إن المهرجان يبقى مثلا 10 أيام أو أسبوعين؟ أنا عارفة إنه عبء كبير، بس قصدي عشان هذا الكم من الأفلام يتشاف والاهل الاقصر. السنه دي حاولنا على بقدر الامكان. لا، الافلام اتعرضت الالماني، اتعرضت مره في صالات العرض ومره في نادي تأديف، فكان في عرضين للافلام. بس ران لولا ران اتعرض مره واحده بس، خلاص. يبقى المره الجايه. لا، هو فعلا فيلم جميل، وفي جود باي لينين، فيلم جميله جدا. ذا لايف اوف اذر ده من اجمل الافلام الالمانيه الجديده، وعلى حافه الجنه، والفيلم بتاع المانيا Welcome to Germany بتاع ياسمين، كان في 2 مخرجين ألمان من أصول تركية، وده فتح أكين وياسمين ساندرلي ده. فده كمان يعني كان شيء جيد إنه يعني انفتاح على السينما الألمانية. السينما المصرية الكلاسيكية كان في 4 أفلام، شيء من الخوف والمومياء، لا غير شيء من الخوف والمومياء. المومياء، ايوه والمومياء، بس انا قصدي شيء من الخوف والطوق والاسوره، لانه اللي كاتب السيناريو كاتب الحوار بتاعهم هو الابنودي، صحيح. فاختيارهم كان على اساس ارتباطهم بالابنودي. المومياء طبعا هي الفيلم الكلاسيكي المصري اللي بيخترق العصور، وكان في فيلم كمان بتاع الدكتور محمد كامل الايوبي حوالين محمد بيومي والبحث، يعني بيومي كان بمناسبه مرور 50 سنه على وفاته، فكان في 4 افلام. كنا نتمنى نعرض أفلام أكتر، كنا نتمنى نعرض لنور الشريف أكتر من 4 أفلام. برضو نور الشريف مرحب، يعني مش شريف، يعني لو نقدر نعرض 20 فيلم نور الشريف كنا غطينا كل سنة، كل حقبة من الحقبات، الستينات والسبعينات والثمانينات لغاية دلوقتي، كنا نتمنى. بس المساحة، الحيز المتاح لنا محدود. صلاة العرض مشكلة كبيرة جدا جدا في الأقصر، وإحنا طب فكرتوا في حلول لهذه المشكلة مع المحافظة يا فندم؟ مع المحافظة مش عارفة إذا كانت المحافظة هتتدخل في الموضوع ده، بس أتمنى نكون في حل، لأن إحنا عندنا مش بس مسألة عدم وجود صلاة عرض، يعني نسميها إيه، احترافية، صلاة عرض تجارية، تجارية عادية، مجهزة تجهيزات حديثة. النهاردة في القاهرة في صلاة عرض كلها مجهزة بالتكنولوجيا الجديدة اللي هي DCP، الأقصر ما فيهاش. عشان نعرض الأفلام في الأقصر كان في استيراد من القاهرة للمعدات، وطبعا التكنولوجيا وديد عارف المشكلة بتاعتها. عند حضرتك أي حلول يعني تحدثتم مع المحافظة أستاذ وديد بهذا الشأن؟
هو طبعا يعني هي المسألة مسألة تطور تكنولوجي. يعني احنا تحولنا من خلال شريط الفيلم اللي احنا عارفينه زمان ده اللي هو كله مصور عليه وبعد كده يخش يتحمض وبعد كده يتعمل مونتاج وبعد كده يتجمع الفيلم ويتعرض على مكنة عرض. خلاص خلال سنة اتنين يمكن ثلاثة بالكتير مش هنلاقي الناس بتصور على الأفلام دي، هنلاقيها بتصور على ديجيتال. كلنا معانا كاميرات ديجيتال، التليفون نفسه بيصور فيديو النهاردة ديجيتال، الكفاءة بتاعته عالية جدا. فبطبيعة التكنولوجيا اللي بتتغير دي لازم هنمشي معها مش هنقف. فالنهاردة لو احنا في الأقصر عندنا ماكينات سينما مجهزة مثلا من سنين طويلة، النهاردة لازم نقف نقول لا، احنا عشان نستمر ونعمل تواصل مع السينما لازم هننقل ونرجع المشاهد للسينما مرة تانية، لازم هننقل نفسنا مع التكنولوجيا، هننقل نفسنا من الفيلم ال 35 ملي اللي احنا عارفينه كلنا للديجيتال اللي هي الصورة اللي بتتحط على زي فكرة الكمبيوتر، لغة الكمبيوتر. فلازم نحول اللغة من فيلم اللي هو 35 ملي ده للغة الكمبيوتر اللي بتحط على سيديهات أو بلوراي أو بتحط على شرايط أو بتيجي عن طريق النت طب. وبتتعرض. فإحنا مضطرين عشان يعني يحصل نوع من الاستمرار والتبادل في الوعي لازم نخش على التكنولوجيا. الحقيقة سيادة المحافظ الأقصر مرحب جدا بفكرة ان احنا نطور ونعمل التكنولوجيا الجديدة، وبنحاول نجيب مستثمرين ويتشجعوا انهم يعملوا في الأقصر. وجزء من مهمة المهرجان ده ان احنا نشجع المستثمرين رجل الأعمال أنه يستثمر فلوسه في السينما. صحيح. قد إيه الناس شفتي أنت هناك اهتمت أنها تخش السينما. طب أنا مراجل أنا مستثمر وشايف أن عندي زبون للبزنس بتاعي أو الشغلة اللي أنا هعملها، هتشجع هروح أخذ أرض وأبني دور سينما. وأعتقد أن احنا عندنا عرض من رجال أعمال في مصر كبار أنهم مستعدين يعملوا دور سينما في الأقصر تاخد 12 صالة عرض، ودي هتساعدنا كتير جدا في ان احنا نعمل المؤسسة هتتابع ده يا أستاذة مجدة؟ أكيد احنا طبعا. مؤسسة نور يعني احنا يعني ما اعتقدش نقدر نواصل تنظيم هذا المهرجان من غير تطوير للأدوات العرض وإمكانياته، لأنه احنا يعني مسؤولين قدام أصحاب الأفلام عن يعني الصورة اللي بتطلع والصوت اللي بيطلع. فأوقات بتقدمي الفيلم المخرج بيكون حزين جدا لأنه مش واصل الشغل بتاعه اللي تعب فيه بشكل جيد. فإحنا يعني إن شاء الله في أكتر من فكرة هنشتغل عليها خلال الفترة اللي جاية، وبالتعاون مع الأجهزة المهتمة يعني خصوصا المحافظ، يعني في اهتمام من ناحيته، وزي ما قال وديد ممكن يكون في رجال أعمال، ممكن يكون في ناس من أهل السينما موزعين. أنا فاكرة فترة من فترات كان في ناس بتقول عاوزين يبقى في 4000 سينما في كل أنحاء مصر. أتمنى ذلك لأنه مصر ده سوق، السوق المحلي ممكن ينقذ السينما المصرية. لو السوق المحلي انتشر فيه إيقاعات السينما في كل أنحاء مصر بشكل يعني حقيقي منظم، الفيلم المصري مش هيحتاج أنه حتى تسويقه للخارج يبقى فايدة عايدة على المنتجين. فأعتقد أن ده هو حاجة هنشتغل عليها الفترة الجاية إن شاء الله. طب المؤسسة كان في ذهنها على حد علمي أن يكون في سلسلة مهرجانات في محافظات كثيرة من مصر، يعني سمعت أن هيكون في مهرجان ربما في الجونة، مهرجان ربما في الغردقة، في النوبة، يعني كان في أفكار بناءة أن مؤسسة نون باعتبارها مؤسسة معنية بالسينما بشكل ثقافي مش بشكل تجاري، أن يكون في تنشيط لفكرة السينما ودور العرض في محافظات عديدة. طبعا نتمنى بس نتمنى كمان أن يكون في دعم حقيقي من الجهات المعنية برضو بالثقافة في البلد، يعني وزارة الثقافة
فإحنا الوضع الحالي وعدم وجود أي رؤية للقائمين على وزارة الثقافة، وأنا بقول ده يعني وأنا فاهمة بقول يعني واعية بقول إيه، لأنه إحنا بنعاني معاناة شديدة جدا من تعامل مع موظفين بينفذوا تعليمات من غير ما يكون في رؤية مستقبلية. فإحنا بنتمنى يكون في وضوح في الرؤية، يكون في سياسة ثقافية واضحة، وأتمنى في الحكومة الجاية، لأن أنا مفيش أمل في الحكومة الحالية بالنسبة لي يعني أنه الحكومة الجاية يكون وزير الثقافة القادم عنده تصور لدور مصر الثقافي ورؤية للسياسة الثقافية، ويكون في شفافية أكبر بالنسبة للميزانيات المرصودة لكل نشاط ثقافي في الوزارة. وبعد كده هو بيكون في كيفية التعامل مع المجتمع المدني، إحنا وغيرنا، يعني مفروض أن يكون في تشجيع أكبر للمجتمع المدني من خلال برضو شفافية ووضوح في اللوائح التنظيمية، ونبقى عارفين رايحين فين. بس إحنا النهاردة لو نفكر في أي نشاطات بنفس السيستم الموجود حاليا هندخل في الحيط، مش ممكن. فإحنا في انتظار يعني البدايات الجديدة لمصر بعد الفترة الارتباك اللي احنا عايشينها شوية، ويكون في الإدارة الجديدة لمصر تكون الثقافة من أولوية اهتماماتها إن شاء الله. تمام. أستاذ وديد، كلمة أخيرة قبل الختام. هي أنا عاوز أوجه شكر لكل اللي اشتغلوا في المهرجان، زمايلي واللي احنا كل الناس اتعاملنا معاهم، وبالأخص أهل الأقصر. وانا مش هنسى ابدا حاجه اثرت فيا جدا في الاقصر. طلبت من الجماعه بتوع الفراشه، احنا في ختام المهرجان كان عندنا حفل، كان في معبد الكرنك طبعا يوم 25 يناير. يوم 25 يناير يوم استثنائي جدا الحقيقه، يعني كان يوم استثنائي جدا، و كلنا شهدنا هذا اليوم في معبد الكرنك بالظبط، وشهدوه معانا الاجانب، يعني طبعًا. ده كان مهم ومقصود. كل الاقصر قالت لازم تعملوه النهارده، احنا معاكم. كل الاجهزه بتاعت الاقصر من صح. محافظه للامن لكل واحد في في, في في ماشي ان شاء الله ماشي في الشارع في الاقصر، لازم نعمل مهرجان النهارده. واللي انا عاوز اقوله، الراجل اللي عمل لنا الكراسي، اللي اجر لنا الكراسي في الاقصر، بقول له احنا الميزانيه بتاعتنا السنه دي وحشه جدا يا حاج، فيعني قال لي لا ده عندنا لازم هتعمله المهرجان. ما تصوريش قد ايه طبعا اتاثرت جدا ان الارهاب مش هيهزم الابداع والفن والثقافه المصريه. فتحيه لاهل الاقصر يعني. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ وديد، وبشكر أستاذة الحقيقة ماجدة واصف على هذا الجهد الرائع في هذه الظروف الصعبة اللي بنعيشها، لما حد ينحاز لفن السينما اللي هي جزء أصيل ولا يتجزأ من الثقافة المصرية، ونحن نمد جسور للتواصل ما بين أوروبا ومصر، وننشط السياحة كمان في محافظة ومدينة عظيمة زي الأقصر، ونحن نعمل حفل الافتتاح في معبد الأقصر وحفل الختام في معبد الكرنك. دي مسألة غاية في الأهمية. بنشكر هذا الجهد الطيب شكرا جزيلا رئيسة المهرجان أستاذة ماجدة واصف، والمدير التنفيذي للمهرجان الأستاذ وديد شكري. وفي انتظار الدورة المقبلة، الدورة الثالثة لمهرجان الأقصر، يا رب كل مدينة في مصر، احنا مش أقل من دول كتير، دول عربية، دولة المغرب، المملكة المغربية، الحقيقة كل مدينة فيها مهرجان سينمائي. المفترض ان مصر هي يعني السينما الأم في العالم العربي كله، ما ينفعش يكون عندنا مهرجانين أو ثلاثة بس، لازم كل مدينة يكون فيها مهرجان، ونعود المشاهد والمتلقي وأهل البلد ان هم يرتادوا دور العرض، يشوفوا مسرح ويشوفوا سينما يتعلقوا بالفن والإبداع، عشان ما يكونش عندنا أصوليين ولا متطرفين، وما فيش عمر جماعة قدرت تهزم دولة أو وطن. أنا بشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا، وانتظرونا على الهواء مباشرة للأسبوع المقبل في استوديو الثقافة.